سارة انبنت لحتى تكون بخدمتكم. انا بدي اشكر كل اللي اشتغلوا وتعبوا فيها وعلى راسهم نائب الرئيس يوسف حباش حتى وصلنا لهالمرحله. هاي الصاله باحتفال ست الجاي رح تكون مجهزه بافضل التقنيات، واليوم بدنا نعتذر من الاهل لانه اليوم عيد الاولاد، الاولاد بيقعدوا بالصف الامامي ونحن كلنا بنقعد وراهم. صباح الخير. اول شيء بدي اقول انه السبت الماضي نحن افتتحنا الاحتفال تبعنا بوجود كائن رعيل بروجوز الاب ميشيل كيروز اللي هو بارك الاحتفال. اليوم كمان نفتتح الاحتفال تبعنا بوجود الاخ والصديق والكاهن المميز الاب جورج بدر كاهن رعيل مرتعلة. دعم كبير لإله. السبت الماضي اجتمعنا وتشاركنا مع اهلنا وكبارنا غدا المحبة، واليوم صغارنا انتو شبابنا عم يساعدونا، كبارنا حدنا كلنا مجموعين هون. هيدي هي العيد الحقيقي اللي عم نحتفل فيه معكم للمرة ال 15 ويمكن أكثر. يعني زميلتي سيلفيا اللي رافقت الاحتفال من فترة طويلة بس مش 15 أكيد، فحتى ما نكبرها، هي بتعرف أكثر مني قديش عدد السنين اللي احتفلنا سوية، تحية لإلها. هيدي السنة هي أول سنة عم نحتفل فيها هون بالقصر البلدي بهالصالة اللي رح تكون بتصرف الحازمية وكل ولادها، واللي بالسنة الجاية رح تكون أحلى وأحلى بهمة الزملاء، بهمة المخاتير اللي عاملينها، بهمة فريق العمل وكل الأجهزة اللي بتشتغل بالبلدية دايما لخدمة الصغار ولخدمة الكبار. ثانيا لأنه الصغار اللي كنا نحتفل معهم بالعيد كبروا وصاروا اليوم عم بيساعدونا بالتنظيم. في ناس منهم كبروا وتجوزوا وصاروا اولادهم هون قدامنا، هول لهم سقف كبير منا. جنوب. ثالثا لانه رح نوعدكم انه الحازميه اللي ضوت بالسنين الماضيه بكثير من الانجازات رح تضوي وتلمع اكثر واكثر بالسنين اللي جاي، لانه نجاحنا هو من محبتكم ودعمكم. كرمالكم عم نشتغل تنحقق كل شيء نحن وياكم بنحلم فيه، من حدائق عامه، مركز رعايه صحيه، مجمع رياضي، مركز حدائق عامه. نحن بنبشر الصغار هلا بشكل جدي ونهائي انه رح يكون لهم حديقه، وحديقه مميزه بقلب الحازمية وبالتحديد بشارع مروكوز بالحازمية. كما وانه المجمع الرياضي وضعت دراساته وخرايطه على نار حامية، بالاضافة الى مجمع بجانبه لهواية المشي وهواية ركوب الدراجات، هول الاثنين ان شاء الله مع بداية 2019 واحد منهم رح نبتدي بتنفيذه والثاني رح نستكمل الدراسات تبعيته. انتو يا صغارنا، بدي سمع منكم دقيقة بس، يا صغارنا انتو امل المستقبل، انتو رح تكملوا اللي نحن بلشنا فيه. الحازمية كنا ورح نضل على طول نشوف حالنا فيها. شكرا للجميع. شكرا لمنظمي هذا الاحتفال فردا فردا باسمي وباسم الزملاء الحاضرين والمخاتير والابونا جورج، بنقلكم اهلا وسهلا فيكم وميلاد مجيد ولد المسيح، هللويا.